السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوان الكرام؟ أحوالكم إن شاء الله تكونوا بخير، بسلام، صحة وعافية. ولا تنسوا في الاشتراك في القناة، بارك الله فيكم، لتتواصلوا بأحدث الفيديوهات وأيضا لدعمنا، بارك الله فيكم. اليوم كي لا نطيل عليكم، العديد يسأل عن اقتطاعات البايبل، فسألني أحد الإخوة يعني ما هو السعر الذي يتم اقتطاعه من بايبل إلى البايبل، يعني السعر مثلا أرسلت $50 كم يتم اقتطاع؟ إذا أردت أن تشتري مثلا عند شخص $50 مثلا، كم يتم أو كم سوف يدفع لك لأن تكون عندك في الرصيد $50؟ تمام؟ فالعملية بسيطة، بعد ما قمت بالعملية يعني لإثبات المسألة فقط، فقمت بإرسال $50 لأحد الأشخاص كإثبات يعني $50 يعني هي التي سوف تأخذ منها عملية حسابية، تمام. فمثلا نقول مثلا أرسلت الأخ أرسلت له $52.50 $52.50، فتم اقتطاع 2.61، فأصبح عنده 49.83. يعني لو أرسلت له 52.61 سوف يتم إرسال له $50 كاملة مكمولة. فهنا تأتي عملية الاقتطاع. مثلا لو قلنا مثلا سوف ترسل له $100، سوف يتم سوف يعني سوف ترسل له 104 فاصلة لا نعم سوف أقوم بعملية حسابية، يعني عملية حسابية فقط، سوف أقوم بجوج يعني جوج فاصلة واحد وستين مضروبة في 2 يعني 5.22، يعني خصها ترسل ليه 100 105.22 كي تصله هو فقط $100، تمام. يعني هذا إذا أردت يعني هذه الاقتطاعات بهذه الطريقة، يعني وكذلك $40 تقوم بعملية القسمة إلى آخره. يعني هذه الطريقة إخوان الكرام بارك الله فيكم، هي الطريقة حتى أني قمت بتجربتي أيضا. في إذا قلنا 2.61 مقسومة على 2 يعني 1.30 إذا أرسلنا مثلا $25، تمام، يعني يجب عليك إرسال 21.30. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.